سمعت التصريح، كنظن انه في انتظار تفسير اضافي من المدرب، فالتاويلات كلها ممكن تكون صحيحه. يعني التاويل، كنهضروا على التاويل، ممكن طرف يقول لك غير كرويه، يعني اقصد بها اشياء اللي هي فوق يمكن انه الامور فوق ارضيه الملعب، خارج ارضيه الملعب. وممكن غدا الشيباوي يجي يقول لك انا امور غير كرويه، يعني امور لا علاقه لها بالتكتيك ولا ما هو تقني، امور ذهنيه، امور نفسيه، امور يعني الان تاويلات. كنظن انه من حق الجميع، لانه هو تصريح غامض، ولكن ممكن انه هذا هو القصد ديالو، لانه ممكن يقول لك التحكيم حتى هو ممكن يقول لك الاداء ديال اللاعبين ما كانش في المستوى وربما تاثروا بشيء ما. فكنظن انه في انتظار يمكن يكون التفسير ديالو وتوضيح. فالان تاويلات فهو شيء ضروري، لانه كان تصريح بالفعل تصريح يمكن انه كيحتمل مجموعه من التاويلات، ويمكن انه الفهم غيختلف كل حسب الموقع ديالو.